سعدني اللي يكون معايا كابل جميل ايمي سالم وغسان المولى، بقول لكم منورين الدنيا كلها. ليله راس السنه بتفضلوا ان انتوا تخرجوا تحضروا فيلم في السينما ولا في البيت؟ لا، هتكون ليله خاصه عائليه، بنجمع الدموع الحمراء بقى، بنجمع العيله، وعارف انا عندنا 3 عيال وكده. فين الشموع؟ 3 شموع الأرض الحمراء. لا، يوسف وسالم وساري. لا، ده شموع حياتي. فالليله يعني كلنا نحن بنخرج كل السنه، فالليله دي سبيشال للعيله ان شاء الله. طيب، الورده الحمراء الجميله اللي في ايدك دي هتهديها لمين ليله راس السنه غير غسان لو سمحتي؟ لانه انا عارف ان كل الورود ليه. يوسف. يا رب. عنده كم سنه دلوقتي؟ 8 يا حبيبي. عنده، هو بيكبر، انا ما بكبرش، هما الولاد اللي بيكبروا. بليز نركز، بليز. عنده ميول فنيه بقى ولا مش في دماغه؟ لا، هو اللي عنده ميول فنيه ساري الصغير قوي. بزياده ميول، بزياده فنيه الحقيقه، الجينات كلها طغت هناك. بس لا، يوسف ميوله علميه اكتر. طب ليه يوسف هتديله الورده؟ طب ما كده ساري هيزعل. ما هو في سالم وساري بقى، هما معلش مقدور عليهم، الكبير هو الفرخه اللي بكشك. بس يوسف هو الفرخه اللي بكشك، هو اول فرحه بقى، فليه معزه. بس هو ليه معزه خاصه عموما، مش بس عشان اول فرحه. ثاني الورده البيضه دي هتهديها لمين؟ ليله راس السنه غيري. غيري اديها لمامه امي. لا، دي فكره ذكي قوي، يعني دايما بيقول لك ايه، عايز تكسب قلب الزوجه مامتها على طول. هي بتحب الابيض، هي بتحب الابيض برضه، وهي قلبها ابيض، فدليها ان شاء الله. حقيقي طبعا. كلمه اخيره بقى لكل الجمهور، كله بيحبكم وعايز يشوفكم مع بعض في عمل فني، يعني ده مطلب شعبي على فكره. ان شاء الله يا رب باذن الله. بس غسان كده يشد حلو ويكلم مصري. في راس السنة أحب أقول للناس كل سنة وأنتم حكي بقى، أنت مكشرة بألف خير وصحة وسعادة وتحقيق أهداف يا رب، وعندنا أمل على طول في بكرة، ومهما حصل مفيش حاجة تضايقنا ومفيش حاجة توقعنا، ولكل كبوة الحمد لله بنقوم منها أحسن وأقوى، ونفضل كده يا رب. أنا بقول لها في البيت يا إيمي اضحكي مكشرة ليه؟ بعدين اكتشفت هي مكشرة دايما ليه؟ عشان بتعيش الدور اللي جاي لها في المسلسل اللي جاي. هتكون دايما مكشرة كده. تراجيديا جامدة، شوفوا هتشوفوا حاجة، وبضحك والضحكة من الودن للودن حتى. شعرك مين دي؟ هتشوفوا قريش. روعة، واو، قريش هتكسر الدنيا في رمضان. مسلسل ايه بقى؟ مسلسل العودة ان شاء الله. اسمها قريش. ده محمد رجب. ده تأليف أحمد ياسين، سيناريو وحوار شهيرة سلام، إخراج عبد العزيز حشاد، إنتاج مصر السينما بإذن الله. الله، المسلسل يكسر الدنيا. خف علينا على الجوجل أو على اليوتيوب. خف علينا. أيوة، علشان إيه؟ نورتوني، وكل سنة وأنتم طيبين. ثانك يو، تبقى ألف صحة وسلامة يا رب. ثانك يو.